الأغنية وتكون فاهم منها. بس حتى ما أنا ادري مو فاهم، حسيتها حب. حتى انا أنا احس أحسها حب، حتى أنا يعني أحسها كذا، بس ما أعرف شو تقول صراحة. ضم نريد بحضنك انضم واستريح. الله يخليك، الكومنت عندي كلها من طربه. تكفون كمل اللي بلبث، ضيفوها تستاهل، اشهروها. شي هذا مو طبيعي، غني شو غني بعد؟ ابي اغاني، ابي حب حب اكثر. وش ذيك وش ذيك وش ذيك؟ حقت ترى هي في أغنية تنبسط مرة وجوها حلوة. حلو، انا اعرف بشرى تابع بثه، تنبسط وجوها حلو، فجاه يجي واحد كومنت، واحد كذا ما ادري ايش سالفته، ما ادري ايش يكتب كومنت مو حلو، التعكر النفسيه مره واحده. مو أتعكر، بس أمسك وأفصل عليه بس. يلا اوكي، يلا غني بدون. هي هذه حلوة، دايما يطلبون نغنيها. خلينا نشوف. غني جعل ما يغني غيرك، يلا يا يلا. سبيشال اديشن. وش قلت؟ ايه، احس بيكلم احد ثاني. انصدمت، كنت مدحة طلعت مولي وانا مستانسة. يلا. مكتوب عليه ها؟ ايه استوعبت انه هذا، صدمت كل شي قلته. يلا إذا في أغنية تبغون أغنيها قولوا لي، بغني هذه. صورة بشرى، حنا اللي شهرناها. طيب ما راح أعطي رد فعل، ما راح أقول شيء. يا جماعة أنا لولا السلطان صراحة، لولا الله ثم السلطان ما كان اشتهرت. كنت يا دائما أطلع أغني بالعكس، احنا عندكم ندعم وكذا، المواهب اللي عندنا. يحاولون يطلعون يوتيوب ويسوون لي تحديات كذا لين طلعوني. شكرا، مرة احنا شكرا. اي موهبة مثلك، لا الله تدعم يكرمك. نفسك، وشو؟ اسلم يا عيال. نعم صدق، ايه صدق، خلو. اشغلت بالك، صرت انا كل كونك. حبيتني ادري يا ابو قلب خواف، واضح عليك تحبني من عيونك. لا تحاول تخبي ولك قلب شفاف. اشغلت بالك، صرت انا كل كونك. حبيتني ادري يا ابو بخواف، واضح عليك تحبني من عيونك. لا تحاول تخبي ولك قلب شفاف. كم لي ألمح لك أبيك بجنونك، ما شفت من عقلك ولا أية تنصى. تجي وترك حبيبي ظنونك. لا تحاول إذا صار بجحاف. كم لي ألمح لك أبيك بجنونك، من عقلك ولا أية تنصاب. تجي وترك حبيبي ظنونك. الحب ما يبطي إذا صار بجحاف. بس بداية شو هذه؟ شو الصوت هذا؟ اعطيني اعطيني رقم مدير اعمالك. لا داعي لا داعي، شكرا شكرا. لا لا الحين الحين اعطيني اياه،
الحين حافلة لك أنت بضبطك. الله يسلمك، ما في داعي أستاذ سلطان، ما في داعي. لا شكرا بالعكس. شكرا أستاذ سلطان، معلش جدول أعمالي مرة مزدحم الحين. اسمعي، لو الحين أدق على مدير أعمالك يرد؟ لا ما في أصلا، شو اسمه، مو ما عندك اتصال، مدير؟ وات بس. إلا عندي بس يعني اتصال، مو اتصال، كم إعلان؟ وات. كم الإعلان عندك أنت؟ سير راح تواصل معاه وتعرف. بالله جد كم؟ سولفي عادي، ما حد يدري. لا مو سافت، ما حد يدري، اي احد عنده فضول يعرف والله روحوا كلموا المنسق. يعني تقريبا جد فوق ال 200 ريال 300. وجع. ليه؟ وش 100 ريال؟ 200 ريال خير. ليه؟ اعلان اعلان سناب اتكلم. كم مو 100 تاخذون ولا قال 100 و200، شو هذا مو طبيعي. انا مره اعرف واحد توثق سنابه حلو، سوى عروض بهذا، عروض نهايه السنه ما ادري، بس انا ما ادري ايش دخل اعلان عنده 200 والله جد. دخل هذا شو بيقاط بس والله تدري، ما. ومره انا واحد زي كذا بس ما عندهم سالفه، بعضهم فوق ال 5000. اما 5000 وش اللي لا فوق؟ وين؟ شوف ترى في ناس، شوف انا بوقت من الاوقات ترى كنت بسوي اعلان عند احد، قبل كانت مشاهداتي 7000. 7000؟ مشهور اي، كانت مشاهداتي 7000 بس زمان بدايتي. 7000 كويس ولا مو كويس؟ حلو يعني، كانت كبدايتي حلوة يعني ما فيها شيء. في ناس توثقت ترى ما عندها إلا 5000. المهم الله يجبر بخاطرك. كيف انشري لي بشرة؟ ليه ما تنشري لي؟ خلاص يلا ننشر لك، يلا خلينا نصورك انت مبتسم الحين وننشر لك. والله شوف التواضع اللي عند بشرى. اخيرا انشري لي واحاسب مدير اعمالك. لا تحاسب، بس صورك تصور وانت مبتسم كذا وخلاص. وانا بنشر لك بعد. الله يسلمك، شكرا، الله يسعدك، شكرا على اوعدك وعد تواضعك. راح يجيك من عندي انا، اقل اقل شيء 10 20 100. هذا اللي انا ابغاه. الله يسلمك استاذ سلطان، الله يجبر بخاطرك، مره شكرا. ولو احنا ندعم المواهب اللي مثلك ما شاء الله الله. يسعدك، والله اعطيتني جرعه امل، مره شكرا لك. صور سنابات كثير، واكثر واحد يصور سنابات انا. تدرين اي وقت عندي كذاب كم والله سنابات؟ كذاب. اذكر في فتره كان مسافر فيها يا جماعه، اقسم بالله، بس يصور انه صحى من النوم ويصور انه اكل منسف، بعدين فجاه يصور انه صحى من النوم بعد 24 ساعه. لا يعني ما شاء الله ما شاء الله عليك وبالعافيه وكل شيء، بس كانت سنابات عباره عن نوم منسف نوم نوم منسف نوم، رايح اجازه كلها ينام وياكل منسف بس. والله انك صادقه. هذه لما سافرت الاردن، بس اصور اني صحيت من النوم اكل منسف ارجع انام، اكل منسف ارجع انام. والله بس العظيم لدرجه اني حسيت، يا جماعه انه يحفظ سناباته ويرجع يكررها كل يوم مستحيل، هذا الروتين لمده اسبوع. الله يسامحك، كل اللي بالكومنت هنا يضحكون علي. انا اقول لك شو السالفه، لانهم اكيد شايفين والله انه كذا. صادقه انا اقول لك، واذا اصر اذا مره سوالكم فعاليه يصور لكم وفاتح بث ويصور كذا جزء ما تفهمون شيء من البث. الله يسامحك. انا قبل فتره كلمت هذا ولد رحمه ويعقوب، صاروا تحت بسناب، قلت لهم شلون زي كذا؟ قالوا سلطان تبي سنابك يقوى صور سنابات. واجلس لك لي فتره اسبوعين بس اصور بس اصور. لا والله اشوف هالفتره سناباتك حلوه صراحه يعني. لا المشاهدات تدرين تدبلت كم مره؟ فوق العشر مرات. اكيد اللي يصور سنابات كثير ترى ما تشوف المشاهير ما شاء الله، تحسهم ما ينامون. لا من ثاني سناب صار تحت النوم ضيع حياتك يعني تقريبا. يعني حاليا انشر الواحد يجي 2000 3000 اضافه. حلو ما شاء الله ما شاء الله والله. ايه واقوى واحد نشر لي تدرين من؟ راشد عنيزي. ما جاني منه شيء لان المضافين عندي وعنده واحد، عرفت؟ اللهم اللي تشيل الاضافه من عندي يروح، واللي زدت انا وياه نفس الشيء، نفس المتابعين ما تغير ولا شيء. نشر لي عنده نفس العدد اللي عندي، تخيلي عنده نفس العدد اللي عندي، نشرنا لبعض، لا جاه اضافات ولا جاه اضافات. لأنكم دائم مع بعض أحس يعني، دائم تحطون سنابات بعض فخلاص ما طبيعي ما تغير يعني. شيء. طب تقدر تسوي ملف تعريفي أنت؟
سويت ملف تعريفي وبيحط رقم المنسق. الله حركات بسر منسقتك. لا 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 انا يا ربي ابي احط رقم واحد اسمه بشاير عندي. كفو والله، مشرفة الله يوفقك يا سلطان. امين. ازعجناك ولا عادي اغنية اخيرة حب؟ لا عادي عادي دعوة. الله يسعدك. اخر اغنية ناديت والليل وخلاص. وش هذه؟ ما اعرفها. حقت عباس. ما اعرفها. عارفة اي اغنية عادي. عباس. يلا يلا العباس. هذه منتك الله. منتك الله يقول. منتك الله ولا ما انت فاهم؟ كلهم علي حلوة. علي ناس قاعد. ايوه لا انتم ايش تبون؟ يلا. اي اغنية حب. امنتك الله هذه عتاب. يلا خلاص حزين. ما انت فاهم. ما انت فاهم كلهم يقولون. صدق ما انت فاهم. يلا ترى صوتي تعبان شوي فوق هذا، شارب بارد فتحس ان صوتي مو صافي. بالله تكفين، خلينا نجرب بعدها نغني اي اغنيه احس انها راكبه على صوت نغني دويت. خلاص تمام يلا بعدها. تمام يلا. صح خلاص. صح طيب صوتي يطول شوي. تخيل حالك بمسرح كل الوقت خلاص غني. الله ضحكتني. لا بس بقولها ما ابي اقولها. يلا بعد خلاص. توبة توبة. يلا يا سرة. خلاص صديق. يلا خلاص خلاص. مو بيدي مو بيدي. لا نبدا بالاغنية. لا تضحكوني خلاص. نص الهذا بيروح جاي يسمعون صوتي ينتظرون. حلو ذي. شل الفنان. سلطان بغني. يلا غني بدون غني. خلاص خلاص خلاص. طيب انت اسكت عشان انا اغني على طول بعد الحم. اضحكي. استغفر الله. متوترة. لازم يكون عندك انك انت ما تتوترين ولا ماني متوترة. صوتي تعبان. متوترة. لا متوترة خلاص. ما انت فاهم يا اغلى من مر بعيون، عاشقك سلم امره للغرام، شفت فيك العمر يا القلب الحنون، من عرفتك وانا عايش فيه يا انسى هالعالم ولهم يزعلون. ما عطيت اليوم ما عطيت اليوم غيرك. يا الله يعني مش ارتحت خلاص خربت الاغنيه. لا غني يا بنت الناس غني. الله يسعدك. انسى العالم ولهم يزعلون، ما عطيت اليوم غيرك. اصبر في كومنت ضحكني. وهذا كاتبه استغفر الله العظيم. زي اللي تصبح حمام وانت بكرامه يقول الحمد لله. اسمع في 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 هذا في اسمه في الكومنتات عندي كلهم يضحكون بعد. غني انت بدون لا تقرين الكومنت. والله انك تضحك. خلاص والله. انسى هالعالم ولهم يزعلون، ما عطيت اليوم غيرك اهتمام،
عجزت عيوني على غيرك تمون، ما عرفت انطق لغيرك بالسلام. انسى هالعالم ولهم يزعلون، ما عطيت اليوم غيرك اهتمام. عجزت عيوني على غيرك تمون، ما عرفت انطق لغيرك بالسلام. ومن تفهم يغلى من مر بعيون، عاشقك سلم امره للغرام. شفت فيك العمر يا القلب الحنون، من عرفتك وانا عايش فيه ايام. يا صوتي اليوم مرة خايس، مرة لا خايس. اليوم خايس ولا صوتك دايما حلو؟ ايه لا اليوم يعني خايس؟ لا اليوم حلو، بس انت يعني في طبقات عندي مو صافية، فهمت؟ فما اقدر اغني بصوت صافي. الحين شلون تعرف اذا صوتك في طبقات كويسه ولا لا؟ انت الحين تعرفين هذا اللي يسوونه الفنانين، هذه وش هذا؟